النادي الأهلي معانا العميد العميد محمد مرجان، طبعا المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على الهاتف إن شاء الله يطمننا كمان على المنشآت وكمان على كيفية استقبال أعضاء النادي الأهلي في فروعه الثلاثة. مساء الخير سيادة العميد. كابتن هاني، مساء الخير يا فندم. إزاي حضرتك؟ الله يخليك ومنور بيتك تاني، ودايما نجم متألق إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب، وإحنا طبعا العيد اعتقد في الظروف اللي احنا بنمر بيها ليها اجراءات خاصه بالنسبه لكل فروعنا، كل فروع ثلاث فروع للنادي الاهلي. حابب اعرف من حضرتك ايه الاجراءات اللي حضرتك احترازية. بتعملها من خلال طبعا اجراءات احترازيه في ظل اعياد، وطبعا في يعني التكاثف، وفي يعني كل الجماهير النادي الاهلي بتكون موجوده في فروع النادي الاهلي الثلاثه. لا، هو طبعا الحمد لله رب العالمين. اولا بنهني الشعب المصري كله بالعيد الاضحى المبارك، عاد علينا ربنا سبحانه وتعالى باليمن والبركات ان شاء الله. واحنا في الاجراءات الاحترازيه المتبعه من اول الازمه، في تنسيق مع اللجنه الطبيه برئاسه الدكتور محمد شوقي، في فريق عمل في النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، يعني بنحدد نفسنا عليه، فريق عمل على مستوى الثلاث فروع، في رئيس مجلس اداره ومجلس اداره نشط جدا وحريص جدا على اعضاء الجمعيه العموميه. فاحنا عندنا اجراءات احترازيه الحمد لله ابتدينا فيها من اول يوم، يعني وكنا احنا النادي الاهلي دايما بيسعى ان هو يعني مش عايز يقفل فروع، وعايز الحياه تبقى ماشيه، بس في الاول طبعا بدون سلامه الناس اولا وسلامه لاعبتنا وسلامه فرقنا وكرات الصفر دي كلها. ففي اجراءات الحمد لله احنا متابعينها كويس بالتنسيق مع اللجنه الطبيه، والحمد لله طبعا اعضاء الجمعيه العموميه بصراحه يعني هم ما احنا ما بنراهنش عليهم، لان ده اعضاء جمعيه عموميه النادي الاهلي ملتزمين جدا جدا بكل الاجراءات، بيخشوا في بوابات تعقيم موجوده، في الماسكات بتبقى على الوش وانت داخل، في قياس حراره، كل الامور دي الحمد لله ماشيه بشكل كويس. ويمكن كان في قرار للسيد رئيس الوزراء امبارح ان الانديه تمتد للساعه 12 مساء، فالنهارده اول يوم النادي الاهلي على مستوى ثلاث فروع بيستقبل اعضاء الجمعيه بالكامل لغايه الساعه 12 مساء ان شاء الله، بدايه من 6 صباحا حتى الساعه 12 مساء. كل سنه وانت طيب يا سياده العميد. كل سنه وانت طيب وحضرتك بالف خير يا رب. الله يخليك. اشكرك، ميرسي. كمان في طفره عايزين كمان نسالها. اتفضلي. استنى عليا. لا انا كنت استنى عليا. اتفضلي يا سياده العميد، اصل انا ما سلمتش عليه من ساعه. لا كويس جدا. الله يخليك. اشكرك. اشكرك. اصل لو التليفون اخده الكابتن هاني فانا ما عيطتش عليك، فهو فكر ان انا هنهي المكالمه. لسه هسأل. لا اتفضل. اللي انا عايزه اتكلم فيه مع حضرتك التواجد بقى بالنسبه للاعضاء، هل ملاحظ في العيد ده انه التواجد مثلا قل، انه الناس لسه خايفه تنزل، ولا لا في تجمعات وانتم مشددين من الاجراءات دي، ولا الاجواء عامله ازاي برضو بالنسبه للثلاث فروع يا سياده العميد؟ بص، احنا بالنسبه للثلاث فروع طبعا احنا الدخول للنادي الثلاث فروع قاصر على اعضاء الجمعيه العموميه فقط لا غير، اكيد. واحنا مانعين الزيارات ومانعين الدعوات في الوقت الحالي، والناس مستجيبه معانا. في ايام فقط لا غير اللي هي كانت قبل العيد كان في اكاديميه الكوره اشتغلت، بس برضه حاطين اجراءات واجراءات صارمه وشديده جدا الحمد لله رب العالمين، الناس كلها ملتزمه. الاعضاء موجودين، يمكن النهارده هم لسه مطمنين، بس في كثافه شويه، متنفس برضه، خلي بالك لازم الناس يبقى عندها متنفس في العيد، ففي كثافه شويه النهارده الحمد لله على مستوى الثلاث فروع، وفي استقبال، بس الناس ملتزمه، يعني احنا عندنا الترابيزات بحد اقصى اربع افراد على الترابيزه، الناس ملتزمه ومحافظين على المسافات بينهم بعض، وال 50% وملتزمين جدا بالنسبه دي بالنسبه للحضور. كله الحمد لله. الحمد طيب. لله يعني حتى الصبح، فتره الصبح كمان عشان كبار السن كمان اكثر الناس ملتزمين كبار السن. واحنا خطوه يعني واحده في واحده، النهارده النشاط الرياضي ابتدى يرجع واحده واحده، النهارده الاعضاء ابتدت تمارس رياضه بشكل طبيعي، بس ما فيش طبعا غرف خلع الملابس مغلقه، كل الكلام ده كله يعني احنا بس واحده واحده، والامور ان شاء الله باذن الله طبيعيه، وبعد العيد اكيد ربنا يكرم تبقى النتائج ايجابيه اكثر، هتلاقي في خطوات ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اللي الكابتن هاني كان بيتكلم فيه الطفره الانشائيه الملاحظ يعني اللي احنا ملاحظينها كلها وبنشيد بيها الحقيقه، مجموعه المشروعات المهمه اللي هتكون جاهزه خلال الايام اللي جايه، ده برضو فرصه نتكلم فيها مع حضرتك. عايزين فرع ثاني. احنا محتاجين فرع رابع كمان. لا، ما هو التجمع الخامس ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يعني شغالين بشكل كويس مع الهاله الفتره المسلحه. والمرحله الاولى باذن الله، باذن الله تفتتح قبل نهايه 21 ان شاء الله باذن الله. باذن الله. والشيخ زايد والجزيره ومدينه نصر، الشيخ زايد فيها اكبر مجمع سكواش وجمباز وكاراتيه بيتعمل، وفي مجمع جنوب ان شاء الله باذن الله يتفتح بعد العيد. البوابه الخلفيه في مدينه نصر والاكاديميه الكوره هتفتح، يعني بص هو في طفره انشائيه لو اتكلمنا عليها انا هطول عليك، يعني كل سنه وانتم طيبين، احنا ان شاء الله هيبقى ليها سرد، يعني لازم عليها موضوع وسرد خاص، لان دي اول طفره انشائيه من فتره طويله جدا، يمكن اخر مشروعات انشائيه كبرى كان اهل مدينه نصر
ساعه ما تم انشاؤه. النهارده انت الكابتن خطيب من اول 2017 لغايه وقتنا هذا انت بتعملي اكبر مشروعات انشائيه على مستوى نادي ما حصلتش في التاريخ قبل كده. هتشوفوا كل الكلام ده كله تباعا. انت عندك اكبر منطقه كره في الشرق الاوسط، اكبر مجمع حمام سباحه ترفيهي موجود عند حضرتك، صاله مغطاه كاراتيه موجود عند حضرتك، صاله الكومباس بعد تجديدها بالكامل موجود بقى عند حضرتك، اللي هيبقى الشيخ زايد كمان هو ده اللي هيبقى باذن الله مفاجاه. احنا يعني بنسارع بنسابق وقت المستشار سامح علي كامل طبعا برضه، يعني الله يكون في عونه، واحنا ضاغطين عليه من كل حته، كابتن خطيب ما بيسيبناش، ولكن ان شاء الله ملتزمين بوقت باذن الله. باذن الله بعد العيد هتلاقوا حاجات كتير جدا، وهنبقى نقعد مره معاكم ان شاء الله بقى نشرح كل الامور. يا ريت تنورنا، عشان لازم. كمان انا عارف كل الجمعيه العموميه لمسه هذا التطور ولمسه هذا الانشاءات الكبيره، فان شاء الله على وعد برضه من حضرتك تكون موجود معانا في البيت الكبير ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وحضرتك. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا جزيلا. لسه